مرحبا بكم البجاية وخوة خوة ما نش عداوة كما يقولوا مالقر روح رياضية عالية إن شاء الله الله يرحبوا بينا شغل خاوتنا إن شاء الله نبيعهم يا أخو شقينا شيء باطل إن شاء الله طلوا بوايا بليتو تالو إن شاء الله يا ربنا ربعوا عن زيرو وصور أكثر من جميلة قبل المباراة وكانت أجواء مماثلة في المدرجات بداية المباراة. الآن سنتوقف عند المباراة كيف لعبت وتفاصيلها ستكون بتعليق الزميل مسعود شيشة. تبقى الكرة لفريق ديايا ديايا في هذه المراوغة لاعبين اثنين مراوغة بطريقة جيدة يتوقف داخل منطقة عمليات ومخالفة مخالفة على خط منطقة عمليات فعلا شوف المراوغة ربما كنا نشوف اللقطة قبل هذه نشوف مراوغة بطريقة جيدة توغل داخل منطقة العمليات والعرقلة واضحة صريحة خارج منطقة العمليات أداء متميز هذا الموسم توزيع داخل منطقة العمليات وزيماموش بصعوبة ثم التسديدة قوية لكنها بعيدة دائما كرة ليدحوش توزيع من بن علي حمزاوي تسديدة صعبة 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 مفتاح الليلي يراوغ بالليلي الأولى الثانية والبطاقة الصفراء واعتبار اللقطة تمويه شوف سيدي بي لكنه رمى نفسه والموسى في تنفيذ هذه الكرة والهدف الأول لمفتاح في موقع جيد 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 جدا مفتاح يستقبل هذه الركنية الهدف الأول في المباراة صليف المالي لكن لا يشرك باستمرار حذري من هذه الكرة وفي الأخير سهلة ذكية 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 هذه التمريرة من حمزاوي وما فيش خطأ بل أكثر من هذا يشير إلى أو سينذر الحارس عرب شوف رحال بهذه الكرة ما فيش خطأ فعلا ما فيش خطأ على رحال ليلي ذكية 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 هذه الكرة ومنصور يتألق في الكرة من جانب فريق الموب توزيع القائمة الأول وكاد هدف التعادل تتنفذ الكرة القائمة الثانية أخذ ولد داخل منطقة العمليات في الأخير للحارس منصوري وشبيبة القبائل ومولودية الجزائر وتسديدة قوية ناجي في هذه الكرة أو مراوغة ومنصوري ينقذ الموب من هدف ثاني اتحاد العاصمة الذي دخل في مرحلة